وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. بداية، صحيفة وول ستريت جورنال نقلت أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها علم عن القصف وعن المخطط أنه كان من قبل إيران، ألم يكن لديهم وسائل لإيقاف هذا الهجوم؟ مساء الخير. نعم، الأمريكان لديهم كل الوسائل المتاحة لهم لكي يوقفوا هذا القصف على منشآت حيوية، منشآت الطاقة المهمة جدا في السعودية، لكن يبدو أن الأمريكان يريدون تأليب الرأي الداخل الأمريكي ويريدون حالة من التعاطف من الأمريكان والكونغرس ومجلس الشيوخ لكي يستطيعوا أن يتخذوا قرار مهم ببدء الحرب على إيران. لذلك كان لابد أن يشعر المواطن الأمريكي بالتهديد. اليوم أسعار النفط قفزت بشكل كبير وملحوظ، إذا المسألة مدروسة، وترامب صرح بأنه سيستخدم المخزون النفطي الأمريكي وهو لا يحتاج إليه عمليا، ولكنه في حال الدعاية بأنه داخل في حرب شرسة مع إيران، وإيران هي مهدد كبير لمصادر الطاقة في العالم. ولكن بكل تأكيد السعودية اتخذت إجراءاتها ولديها مخزون وضخت في الأسواق، لكن ترامب كان يحتاج إلى هذا العرض وهذه الضربة لكي يستطيع أن يقدم شيء على الأرض. الولايات المتحدة تريد حساباتها الخاصة، لا تهتم بالأمور التي تخص الدول العربية أكثر ما حل هذه الدول ماديا وتقديم الأموال بأمريكا عبر تلك الدول، وأيضا في نفس الوقت بيع السلاح للسعودية. فمثل هذه الإجراءات تجعل السعودية في موقع المستهدف، وهو الموقع الذي يحتاجه ترامب لتمرير العديد من الصفقات. الشبه متوقفة نتيجة الخلافات السعودية الأمريكية في عدة ملفات، منها قطر، منها جمال قاشقجي وغيرها من الأمور الأخرى. لذلك الأمريكان قادرين على وقف الضربة، بل هم يعرفون. طيب، لكن أستاذ زياد، ألا تعتقد أن المسؤولون أو أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يستخدمون لغة ضبابية ومواربة؟ لماذا إذن هذه الضبابية برأيكم؟ هذه الضبابية التي تفضلت بها، نعم هي موجودة، ويريدون أن ينقلوا الكرة إلى ساحة السعوديين. فالأمريكان يعرفون مصادر الضربة ومصادر الصواريخ ومصادر الطائرات للتفويه والتي انطلقت من العراق، ولكن صواريخ الكروز ليست من العراق، انطلقت من مكان آخر، ولكن هناك طائرات بالفعل انطلقت وهي ليست العملية الأولى للميليشيات الموجودة داخل العراق، ولكن هم بحاجة إلى هذه المسألة كي يقوموا بتحالف دولي عجزوا عن القيام به، خاصة بعد اختطاف السفينة البريطانية في الخليج العربي. اليوم الوضع أصبح مؤاتي لذلك التحالف بكل الأشكال الممكنة دوليا وأقليميا، ولربما على السعودية أن تتخذ القرار الصعب. وأعتقد بأن السعودية لن تتجه إلى التصعيد رغم كل ما حدث، فالسعودية اليوم غير السعودية الأمس. للأسف الشديد هناك من تخلى عن المملكة السعودية رغم عدالة قضيتها مع حربها الإيرانية، ولكن هناك من تخلى من الحلفاء، من عقد اتفاقية مع إيران بحرية، هناك جمهورية مصر العربية لم تأخذ دورها الكبير، الإمارات تهادن الموقف وتعرف جيدا بأن الحرب تعني انهيار كبير للاقتصاد، ولذلك يوزنون الأمور بصورة أخرى ويريدون تحالف دولي يستطيع أن يجنبهم الحرب المباشرة لوحدهم مع الكيان الإيراني حاليا. الاتحاد الأوروبي من جانبه يحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، هل تعتقد أن أوروبا ستدخل على الخط من خلال العراق بعد تهديد خط إمدادات النفط لها؟ أوروبا لديها اتفاق نووي لا زالت تتبناه لحد هذه اللحظة. أوروبا لا تريد الحرب بكل الطرق، الحرب يعني التعجيل بالركود الاقتصادي المرتقب بعد سنوات. هناك ارتفاع حاد. يوم كنت في فيينا في النمسا، شاهدت ارتفاع الأسعار على المواطن
النمساوي، وبالتأكيد هو السعر مرتبط بكل الدول الأوروبية، إذا التأثير واضح على القصف الذي تم في البقيق في السعودية حتى على أوروبا. نتحدث عن 3.5% فعليا توقفت، و 3.5% من الإنتاج العالمي في السعودية. السعودية لها المفروض أن تراجع سياساتها، المفروض أن تجد الحليف المناسب مثل ما كان الحليف الكبير لهم وبوابة شرقية هو العراق. السعودية عليها أن تعيد تلك الحسابات، وربما تجد ضالتها في معظم العراقيين الذين يكنون الاحترام للسعودية ويريدون أن يتخلصوا من النفوذ الإيراني ومن الاحتلال الإيراني على العراق. ربما هذه المسألة أفضل لهم، ومراجعة سياساتهم التي استهجت خلال السنوات الماضية. على الرغم من خطورة هذا الهجوم على أمن منطقة الخليج وعلى مصادر الطاقة أيضا، إلا أن هذه القضية لم تطرح حتى اللحظة على مجلس الأمن الدولي، لماذا؟ مجلس الأمن الدولي ينتظر تحرك السعودية. عندما تقول السعودية بأن إيران قامت بذلك القصف، على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بشكل فعلي. ولكن هل السعودية مستعدة لهذا التحرك؟ الجواب هنا، علينا أن نعرف جيدا بأن السعودية للأسف الشديد تتعرض إلى ضغوط هائلة، ضغوط قسم من عند هذه الضغوط داخلية، قسم من عندها إقليمية. هناك جبهات مفتوحة في داخل الخليج العربي في المياه الإقليمية، هناك جبهة شمالية تهديد الحشد الشعبي، هناك تهديد اليمنيين في جنوب المملكة، وهناك أيضا سياسة ترامب المتقلبة نسبيا. ترامب اليوم في تصريح واضح وصريح قال لا نحتاج إلى غاز والنفط القادم من الشرق الأوسط. فإذا هذه رسالة أيضا مبطنة إلى السعودية بأن عليكم تدفعوا ثمن تكاليف هذه الحرب. مجلس الأمن عندما ينعقد ويأخذ القرار، من سيقوم بدفع هذه التكاليف؟ السعودية اليوم غير السعودية الأمس، قلت وقبل قليل هناك حرب 5 سنوات مع الحوثيين استنزفت المملكة للأسف، وهناك الخطر الأكبر قادم من إيران، خاصة وإن إيران تلقت أموال كبيرة وهائلة أكثر من 50 مليار دولار في عهد أوباما. إيران طورت نفسها بالسنوات الأخيرة وامتلكت أسلحة استطاعت الوصول إلى العمق السعودي، ودعمت الميليشيات الموجودة في شمال السعودية، وهنا أقصد العراق، بأسلحة نوعية، دعمت الحوثيين كذلك ودعمت حزب الله. فإذا كل المؤشرات تشير بأن الحرب الآن هي حرب صعبة جدا، خاصة في تخلي الفريق الدولي عن السعودية بشكل أو بآخر. لكن على الصعيد العراقي الداخلي هناك تناقض في موقف الحكومة، ففي الوقت الذي تنفي فيه هذه الحكومة أن يكون الهجوم انطلق من العراق، إلا أنها تتعهد في نفس الوقت بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، ما تعليقك؟ بكل تأكيد بومبيو في اتصال مباشر مع عادل عبد المهدي، كان في هذا الاتصال يتحدث بشكل واضح وصريح. عادل عبد المهدي الذي نفى في وقت سابق الهجوم على خط أنابيب ينبع، نفسه اليوم نفى دور الميليشيات العراقية التي أطلقت بعض المسيرات للتمويه، وكذلك كانت إطلاق هذه المسيرات بالتزامن مع تبني الحوثي. كل ذلك، كل تلك العملية المعقدة هي للتغطية على الصواريخ الدقيقة التي أطلقتها إيران وأصابت المنشآت النفطية السعودية. بومبيو أعرب لعادل عبد المهدي عن امتعاضه الشديد لأنه لم يحسم ملف الحشد الشعبي لحد الآن، ولربما هذا السبب هو عدم استقبال عادل عبد المهدي لحد الآن. وأيضا حتى ترامب عندما زار العراق لم يستقبل عادل عبد المهدي الضعيف جدا، لذلك الحكومة العراقية تترنح وموقفها متذبذب، وهي لا تستطيع أن تفعل أي شيء للحشد الشعبي الذي نصب هذه الحكومة وغيرها من السياسيين الموجودين الحاليين الآن في الحكومة، من وزراء إلى حتى رئيس الوزراء. من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.